ما معنى الوسواس الخناس؟ يقول الله عز وجل في سورة الناس بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. والوسواس اسم مشتق من الفعل وسوس، ووسوس أي تحدث بحديث خفي غير مسموع. والخناس اسم أيضا هو مشتق من الفعل خنس، وخنس في اللغة أي خفي واستتر. والمقصود في هذه الآية القرآنية الكريمة على وجه التحديد دون غيره من المخلوقات هو الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله تعالى، حيث أنه بعد طرده توعد بني آدم بالغواية والضلال، وفي طريقته في الغواية تعتمد على أسلوب واحد هو الوسوسة للنفس بإتيان المعاصي والمحرمات، وهو يوسوس للنفس في العالم الغيبي غير المدرك، حيث أن النفس بالإضافة إلى أنها تعيش في عالم المادة داخل الجسم فهي تتواصل مع العالم الغيبي عن طريق اتصالها بالملائكة، ومثال ذلك الرؤى الصالحة والإلهام الصادق والحدس، وتتصل أيضا بالعالم الغيبي بالجن والشياطين. وهنا يقوم الشيطان بالوسوسة للنفس، ولهذا سمي بالوسواس لأنه يحدثها حديثا خفيا في عالم خفي عن عالم المادة المدرك عقليا. ولرسوخ المعنى في الأفهام بشكل أفضل يزيد البيان القرآني الصورة بالوصف بالخناس أي المستتر، فالإنسان لا يدرك بعقله وجود الشيطان ولا يمكن له سماع صوته مهما كان غارقا في الهدوء. فبذلك يتبين لنا أن وصف الوسوسة بالكلام الخفي أدق من وصفها بالصوت الخافت، حيث هو كلام خفي، ولزيادة الدلالة أتبع النص القرآني وصف الوسواس وهو المتحدث الخفي بالخناس وهو المستتر. ويدل على ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسي، وهو قسم بالكواكب حيث أنها تستتر خلف النجوم ثم تعود للظهور خلال جريانها. وبالتالي يتضح المعنى جليا بالوصف الوسواس الخناس أي الشيطان المحدث حديثا خفيا في الخفاء.